شهد المهندس طارق الملا وزير البترول توقيع عقد تنفيذ أكبر وأول محطة تبريد مركزي بنظام المقاطعة بالعاصمة الإدارية الجديدة بين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ورئيس الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد. وأكد الملا أن المشروع يعد أحد مشروعات القيمة المضافة لاستخدام الغاز الطبيعي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في استخدامات الغاز بالإضافة إلى استخدامه في التبريد المركزي بنظام المقاطعة، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ويوفر البدائل الأساسية للتبريد بالكهرباء بالأسلوب التقليدي. طبعا احنا الحقيقه يعني كما نعلم كلنا انه العاصمه الاداريه الجديده هي احد المشروعات القوميه الكبرى الرئيسيه واللي لها اهتمام كبير من القياده السياسيه وكل الدوله في هذا الاطار. بنشتغل مع بعض كجهات في الدوله علشان تنفيذ المراحل المختلفه للعاصمه الاداريه الجديده. ومن احد هذه العناصر احنا دايما بنقول ان احنا كقطاع بترول مشهورين بان احنا بيقول لك وصل غاز طبيعي، وصل بنزين، اعمل مستودع، اعمل محطات وقود. احنا كمان مع التكنولوجيا الحديثه ومن تعظيم القيمه المضافه دايما بنتكلم على ازاي ان احنا مع وصولنا للاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي ازاي نعظم الاستفاده منه لشعبنا. فباختلاف الانواع استخدامات الغاز زي ما قلنا الكهرباء والصناعه والتوصيل الغاز للمنازل والبتروكيماويات وغيره، كمان احنا تكنولوجيا التبريد للتبريد بالغاز الطبيعي، وده جزء مهم جدا وبيقدر يوفر كتير قوي من الاستهلاك ويوفر كتير قوي من تكلفة المتر المكعب من التبريد. ودي حاجة مهمة قوي في العاصمة الإدارية الجديدة، مسطحات كبيرة جدا وبنضطر احنا هنا اهو نستخدم التكنولوجيا والغاز علشان خاطر نوفر في التكاليف ويبقى يدينا مسطحات تبريد كبيرة مرة واحدة. فاحنا النهاردة طبعا مع معالي الوزير احمد زكي عبدين رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، واحنا بنتشرف بان احنا نكون مع معالي الوزير في الاحتفال بالتوقيع للعقد الخاص بالتبريد واللي بتقومه اللي بتقوم به احدى شركات قطاع البترول هي شركة جاسكول، و العقد لتبريد المنطقة الحكومية، وإن شاء الله مدة تنفيذه حوالي 12 شهر، والتكلفة بتاعت يعني المشروع إن شاء الله هتدخل في حوالي 2.3 مليار جنيه بإذن الله. فإحنا سعداء وبنهنئ معالي الوزير أحمد زكي عبدين وبنشكره على هذه الثقة أيضا. وفي النهاية هي شركة من الشركات الوطنية اللي بتقوم بهذا المشروع اللي هي شركة جاسكول، شركة مملوكة لقطاع البترول، وإحنا بنحاول زي ما بنقول دايما نعظم من المكون المحلي في كل قطاعات الدولة بإذن الله تعالى.